الصباح في هذا في هذه التسعيرة الغالية في محلنا الرابع. انطلق ثالث الأشواط وشجاع العتيبي. شكرا مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في السباق المحلي الرابع ضمن تسعيرة هجن الشحانية، مع هذه الأشواط المميزة انطلاقة شوطنا الثالث للحقائق الإبكار وجائزة نقدية قيمة للفائز بالمركز الأول. وتسعيرة هجن الشحانية تقدم مباشرة مع المركز الأول. هنا نيوم مع المركز الأول سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني من يتواجد مقدما لنا. نيوم مع المركز الاول. المركز الثاني نوادر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي من يتواجد مع نوادر على المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول من لمحة ومرحبا بهذا الشعار من يتواجد مع المركز الثالث. فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري من يتواجد مقدما لنا لمحة مع المركز الثالث. المركز الرابع عوايد ومحمد بن عامر بن علي الفهيدة من يقدم لنا عوايد مع المركز الرابع. وخامس الأسماء التواجد والقدوم من هتان سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري من يتواجد مع هتان على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة المتواجدة هنا في دائرة النداء الباحثة عن الناموس وعن الانتصار، ولكن العودة إلى الحصاد وشعار العودة إلى بن رويشد من يقدم لنا نيوم. سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني من يتواجد بشعار، وأبناء المملكة العربية السعودية من ينطلقون مع صدارة هذا الشوط. ولكن الوصول من نوادر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي غيرت مع المركز الاول، انطلقت مع صدارة هذا الشوط. من يتواجد مع نوادر علي بن عبد الله الزعبي مخوف الاشواط. من يتواجد مع نوادر في هذه اللحظات المركز الثالث. الوصول من هتان سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري يتواجد مع هتان على المركز الثالث. المركز الرابع عوايد محمد بن عامر بن علي آل فهيدة المري من يقدم لنا عوايد مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن منانة قادم مع مسيكة وسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من يتواجد مع مسيكة وابناء الامارات العربية المتحدة. ولكن العودة الى مخوف وشعار العودة الى الزعبي وشعار العودة الى شعار النخلة العودة الى شعار النخلة. من يتواجد مع نوادر من يقدم لنا النوادر شعار الزعبي من يتواجد مع المركز الاول. ابناء التحدي ابناء الشحانية يحضرون مع المركز الاول، يحضرون مع شعار الزعبي مع شعار مخوف. ولكن بن رويشد الحصاد يقدم لنا نيوم وابناء المملكة العربية السعودية ابناء ينبع من يتواجدون مع المركز الثاني. المركز الثالث هتان سعيد بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري وصل البريدي مع لمحة. فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري يقدم لنا لمحة مع المركز الرابع مع رابع الأسماء. يا سلام الله يا الزعبي انطلق مخوف مع نوادر
حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، ولكن لمحة 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 يا فران، لمحة يا فران، فران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، ولكن نوادر الزعبي نوادر الزعبي نوادر الزعبي تنطلق مع المركز الأول. مخوف 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 مخوف، ينطلق مع نوادر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، ولكن لمحة 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 فران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، تسعيرة هجر الشحانية ما بين نوادر ما بين لمحة ما بين الشعار النخلاوي الشعار النخلاوي، الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة، نوادر 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 الزعبي الزعبي الزعبي، مخوف مخوف مخوف، سلام يا الزعبي سلام سلام يا مالك نوادر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، وسلام يا الواثق سلام. تاني نوي ناموس، المركز الثاني لمحة فران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، المركز الثالث نيوم سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني، المركز الرابع العبور الويهي بن محسن بن الويهي العفاري، المركز الخامس المركز الخامس معزة عبيد بن حمد بن بريك المري. تانينا والناموس لمالك نوادر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، وتانية إلى علي بن عبد الله بن راشد الزعبي وإلى خالد بن عبد الله الزعبي على فوز نوادر بالمركز الأول. 6 دقائق ثانيتين 70 جزء من الثانية، تهانينا إلى مالك نوادر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، المركز الثاني لمحة فران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. 6 دقائق 4 ثواني 61 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول من نيوم سليمان بن سلامة بن سليمان بن رويشد الجهني، 6 دقائق 11 ثانية 16 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين على بركة الله. انطلق شوطنا الرابع، والزميل محمد بن عايض.